طيب الفقرة دي فقرة مهمة جدا جدا، ومعانا فيها طبيب من علماء مصر اللي الحقيقة الواحد فخور بيهم جدا. النجاحات اللي محققها عظيمة جدا، سمعته مش بس في مصر لا كمان في الدول العربية، بيجيله ناس مخصوص عشان يعني بإذن ربنا يتم شفائهم عن طريقه. ففقرة مهمة، بس أنا هستأذنكم لو في معانا أطفال صغيرين يعني أقل كده من 18 سنة يتفرجوا على أي حاجة تانية. هنتكلم عن حاجة مهمة الحقيقة ومؤرقة، لأنها ابتدت يعني كانت مثلا نقول إيه بتصيب الرجال كبار السن، لكن ابتدى يبقى فيه برضو شباب الحقيقة عندهم المشكلة دي، وهي مشكلة الضعف الجنسي. وبيشرفني في الفقرة دي العالم يعني الحقيقة بتشرف بوجوده معانا كل مرة وما بيبخلش علينا لما بنتصل بيه. شرفني الدكتور صلاح زيدان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية واستشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي. شرفتني يا دكتور. شرف لينا، ربنا يخليك. بشكرك أولا لأن أنت ما بتبخلش علينا كل مرة بنتصل بحضرتك، بتشرفنا، وخاصة أن الفقرة بتاعت حضرتك الحقيقة بيبقى ليها مردود كبير جدا، كم التليفونات بيبقى يعني كبير، عنده استفسارات بس بتبقى الفقرة خلصت. فاسمح لي الأول نعرف الناس معنى كلمة عدم القدرة الجنسية أو الضعف الجنسي، وهل في أسباب هي اللي بتؤدي لكده، ولا دي بتبقى مرض طبيعي كده بيتولد بيه الإنسان؟ هو الحقيقة طبعا موضوع الضعف الجنسي ده هو يعني كذا حاجة مش حاجة واحدة. يعني ناس كتير بتقول المصطلح كده وخلاص بيقصد بيه هو موضوع ضعف الانتصاب. لا، هو ضعف الجنسي ده تحت منه كذا حاجة، منها ضعف الرغبة الجنسية. يعني في ناس كتير جدا بتعاني ان هو مفيش رغبة جنسية، وده طبعا موضوع بيأرق برضو احيانا، برضو بيبقى فيه من ضمن مشاكل الأسرة. موضوع ضعف الانتصاب، موضوع سرعة القصف، فموضوع ضعف الرغبة والانتصاب والقصف ده بيندرج كل ده تحت الضعف، تحت الضعف الجنسي. طبعا كل حاجة من دول ليها سبب. يعني احنا دايما يعني لما بيجي نتكلم على موضوع الضعف الجنسي بنقول مثلا هو ضعف، بنقصد بيه ضعف الانتصاب. لكن هو علميا هو ثلاث حاجات دول تحت ايه؟ تحت مشاكل الضعف الجنسي. فطبعا الضعف الجنسي ده مرض بيصيب صغار السن اللي هو الشباب، وبيصيب كبار السن. احنا في علمنا الدارج كده، او احنا يعني نقول الكبار سنا بس هم اللي المفروض بيصيبهم كده، لكن ابتدى يبقى بدا يظهر طبعا في الشباب، وطبعا في ناس كتير كمان غير المتزوجين. يعني احنا كنا بنلاحظ الاول زمان ان احنا الناس المتزوجين بعد فتره ما يكبر في السن بيحصلوا ضعف في الانتصاب. حاليا لقينا شويه الناس مثلا بيبقى لسه متجوز حديثا ويحصل مشاكل ويجي له مشاكل نفسيه، هو اكتره الناس بقى بيقول لك ضربته ومش ربته ويروح للمشايخ وحاجات زي كده. بالظبط، وده بيعمل ارق كبير جدا. يعني يمكن من ضمن الحاجات لسه من يومين تقريبا اسره جايه، ده متجوز بقاله سنه ولا سنتين ومفيش علاقه مع الزوجه، ده دكتور طب ايه المشكله، وبنعمل فحوصات وبنعمل اشعات وتحاليل يطلع سليم ما عندوش اي مشكله. تمام. فالموضوع اغلبه بيكون نفسي. تمام. ده بحاجه في علميا كده بنسميها هاني مون امبوتنس، اللي هي الضعف الجنسي في شهر العسل او في ليله الزفاف. وفي ناس احيانا برضو بيبقى لسه ما اتجوزش، بيبقى عنده ارق او عنده هاجس نفسي ان هو عنده مشكله، ان هو عنده ضعف انتصاب، ما بيحصلوش انتصاب بالليل، ما بيحصلوش انتصاب بالنهار. فاحنا طبعا المفروض ان احنا كصحه جنسيه المفروض بنعمل تشيك اب على الصحه الجنسيه كل فتره، في بقى فحوصات ما قبل الزواج والحاجات دي، ولا نخجل يعني المفروض او يعني ممكن يعني الولاد اللي لسه لم يتزوجوا ممكن يصالح والده مثلا، او يعني هو والده يروحوا للطبيب. يعني مش عيب ابدا، مش عيب. لان ده العلم وده المفروض كده. لان ده طبعا مستقبل اسره. يعني مستقبل. ده يعني احنا شفت ناس كتير جدا بيبقى لسه متجوز وما بيكملش شهور وينفصل. وفي ناس بتقعد بالسنه والسنتين، ساعات بتبقى الزوجه طبعا يعني ما بتتكلمش وبتسكت وبترضى بنصيبها. فالموضوع طبعا بعد سنتين ثلاثه يقول لك يا دكتور ده انا يعني يمكن انا شفت واحد جاي ويقول لي عايز اخلف. فقلت له طب انت هسال حضرتك بقى، هل ضعف القدره الجنسيه معناه كمان عدم القدره على الانجاب؟ بالظبط، ما هو يعني حتى علاقة طالما ما فيش علاقه فمش هيحصل انجاب. تمام. فواحد جاي بيقول لي يا دكتور اصل انا ما خلفتش. طب انت وانا باخد هيستوري معاه بتكلم معاه لقيته اصلا ما فيش علاقه خالص. يعني مفيش علاقه بتتم من ساعه ما اتجوز، من يوم ما اتجوز. فطبعا ده مرض المفروض ليه اسباب. فممكن الاسباب تكون نفسيه زي ما احنا بنقول كده، اللي هو لسه متجوز ده بيكون قلق، توتر، خوف، رهبه شويه. وممكن تكون اسباب عضويه، يعني ده ممكن يكون يعني ممكن مرض يؤدي الى مرض، عرض لمرض. يعني ده عرض لمرض. اشهرهم بقى الناس مثلا ممكن يعني اكتشفنا ناس كتير جدا بيبقى عنده سكر
وهو ما يعرفش، فيجي له ضعف انتصاب يروح على الصيدليه ياخد قرص ياخد حبايه، النهارده كويس بكره يزود الجرعه، بعدها بفتره يزود الحبايه تاني شويه، يطلع عنده مثلا سكر، يكتشف ان عنده سكر، يكتشف ان عنده سكر. واحد تاني مثلا ممكن يكون عنده مشكله في خلل في الهرمونات، يعني اكتشفنا ناس عندهم اورام في الغده النخاميه. وده بيكون بسبب زياده هرمون اسمه هرمون البرولاكتين. فطبعا الناس دول بيبقى عندهم زياده افراز في هرمون البرولاكتين، بيبدا ان هو ما يكونش عنده رغبه جنسيه. يعني زي ما قلت لحضرتك كده الضعف الجنسي قلنا في اول حاجه الرغبه. ففي ناس ممكن ما يكونش عنده رغبه جنسيه اصلا. يعني عنده خلل في الهرمونات زي مثلا هرمون التستوستيرون، عنده خلل في هرمون البرولاكتين، ساعات بنلاقي الهرمون البرولاكتين ده عالي جدا. ونعمل اشعه مقطعيه على الغده النخاميه يطلع عنده ورم في الغده النخاميه. فممكن يكون ده عرض لمرض. مش بالضروره ان هو يكون وممكن يكون نفسي، يعني اشهر في ناس بنسبه كبيره برضه بيكون نفسي. مرض نفسي اللي هو ممكن يوكلوه لفكره ان هو اصله معمول له رابطه، اصل ما اعرفش مين قريبته كانت عايزه تتجوزه فما عملت له مش عارفه. بالظبط. وساعات برضه ناس بيبقى متجوزين بيبقى عنده ضغوط الحياه، العمل، الشغل، هو دماغه دايما في الشغل ما بيفكرش. طيب في حاجه نتكلم بقى دكتور، هل الامر ده ليه علاج ولا يعني اكيد العلم الحديث يعني في علاجات حديثه؟ هو طبعا يعني احنا بنطمن الناس ان ده مرض ليه حل، يعني دي ميزه كبيره جدا في موضوع اللي هو الضعف الجنسي عموما او ضعف الانتصاب، ان ده مرض ليه حل مش يعني ليه علاج. مش ملوش علاج، لا ليه علاج. ناس كتير جدا بتتوقع ان هو ملوش علاج فبيخجل يروح للدكتور يقول لك لا خلاص انا كده كويس والدنيا كده كويسه وخلاص. او في ناس بتربطه بالسن يقول لك والله انا دلوقتي مثلا ده 50 سنه ولا، هو بيبقى بالنسبه لنا احنا سنه صغير يعني 50 سنه او 55 ده صغير مش كبير. فهو بيقول لك لا خلاص احنا كبرنا في السن خلاص بقى ما ده ملوش علاج ويكبر دماغه وخلاص ويسكت على كده وخلاص على كده. لكن هو طبعا ده مرض، احنا الاول ده مرض زي اي مرض بيبقى له تشخيص، طرق تشخيص وليه علاج. فالاول بنشخص المريض، يعني بنقعد معاه بنفهم منه هل في مشكله مع الزوجه ولا لا، بنبدا نعمل بعض الفحوصات زي التحاليل، قلنا تحليل السكر، تحليل الهرمونات، ممكن نعمل اشعه، في اشعه معينه كده اسمها اشعه الدوبلر، دي بنقدر نقيس بيها كفاءه الانتصاب ونقدر نشوف هل هو عنده خلل في الشرايين. يعني في علاجات بسيطه حضرتك من يعني من خلال يعني اسئلتك للمريض بتاعك او الاشعاعات انت بتحدد طريقه العلاج اذا كانت علاج بسيط او ما يسمى بقى اللي عايزين نعرفه برضو العلاج عن طريق الدعامات. بالظبط. هو دلوقتي طبعا لما بنقعد مع المريض بنبدا نفهم، بنربط بقى الاشعه بالحاله الاكلينيكيه بتاعه المريض، وبناء عليه ببدا اقول العلاج هيبقى ايه. في بقى يعني علاج دوائي، دايما بنبدا بالادويه. يعني بتبدا يعني الاول حاجة عندك دايما خطه علاجيه مش بتلجا للدعامه. دي اخر حاجه. تمام. الدعامه دي دايما اخر حل، او في واحد بقى عنده مشكله اصلا من زمان من سنين وخد علاجات وعرفنا انه خد علاجات قبل كده وعمل فحوصات وعمل تحاليل وما عندوش انتصاب خالص، خلاص ده خلاص مفيش حل، فبنبدا معاه بالدعامه. لكن ايا كان الموضوع دايما بنتدرج في العلاج. فالعلاج بيبدا بحاجه اسمها الادويه، ودي ادويه بتساعد على حدوث انتصاب وضخ الدم للاعضاء التناسليه وبالتالي بيحصل انتصاب. بيجيب نتيجه فعلا؟ اغلب الناس بتجيب نتيجه. تمام. اغلب الناس، وطبعا ده بيكون عن طريق متخصص. طبعا مش يروح بقى الصيدليه ياخد علاج. لا لا لا، في حاجات ليه بقى لان في ناس عندهم مشاكل في القلب. فتفاعلات ادويه بتحصل مع بعضها، ممكن قلبه يقف او ده كتير. انا شفت واحد بياخد 13 قرص يعني عشان يحصل له مثلا انتصاب، هو بياخد مفيش والاخر طلع عنده سكر وهو ما يعرفش. فطبعا لازم يكون عن طريق متخصص عشان بيعرف التفاعلات الدوائيه مع بعضها والادويه دي هتبقى عامله ازاي، الجرعه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. لما بمر بكل المراحل ومفيش نتائج بنبدا بقى بحاجه اسمها الدعامه. والدعامه دي طبعا يعني هي فكرتها من التدعيم، يعني دي بتساعد على دعم العضو وبالتالي بيحصل في حاجه اسمها دعامه مرنه وحاجه اسمها دعامه هيدروليك. الدعامه المرنه هما الاثنين بينفعوا لاي مريض، يعني ايا كان المريض، بس طبعا ساعات في بعض الاشخاص او بعض الناس بتفرق يا فندم في ايه؟ في السعر مثلا؟ هي بتفرق طبعا، السعر بيفرق طبعا، بس أو طبعا أو في الجوده او في الاستمراريه او في كل ده فرق، كل ده فرق يعني. بس محتاج تغيرها بعد فتره مثلا، بس في فرق ساعات احنا مثلا مريض معين ما ينفعلوش غير نوع معين من الدعامات. فده الدكتور اللي بيقدر يحدد. حضرتك اللي بتحدد ده؟ انا اللي بحدد بالظبط. وساعات بيبقى الموضوع مشاركه ما بين الدكتور وما بين المريض، يعني حاجة بتقول له انت يناسب مرضك او يناسب حالتك هذا النوع او هذا النوع او النوعين وخلاص. حسب بقى طبعا بيفرق فيها حاجات كتيره جدا، حسب النوع، حسب السعر، حسب يعني كل حاجه، حسب التكنولوجيا بتاعتها. طب دكتور في يعني ممكن حد بيسمعنا دلوقتي يخاف مثلا او يقول لك يعني اكيد دي مساله عمليه صعبه جدا وعمليه ممكن تبقى خطره جدا، وانا هقدر اتحرك بعدها بكام شهر مثلا، او انا هقدر امارس حياتي، او انا عندي شغل او كده، او انا مش عايز حد يعرف، فلو عملت حاجه زي كده لو قعدت زمن طويل في البيت نتيجه مثلا الجراحه دي فممكن الناس تعرف انا مش عايز حد يعرف،
فحضرتك برضو تشرح لنا هل دي عمليه سهله؟ احنا بس بنطمن الناس طبعا، هي هو الموضوع طبعا هو من حقه اي مريض من حقه يخاف طبعا، من حقه يقلق طبعا، فعشان كده دورنا ان احنا بنفهمه. ما احنا عشان كده حضرتك ده مهم الناس وطمنهم انها يعني. فهو طبعا بيبقى قلقان، فطبعا هو بيبقى قلقان عشان عمليه، لكن طبعا احنا لما بنيجي نقعد مع المريض مثلا وبنفهمه ان دي عمليه بنسميها وان دي سيرجري، يعني هي عمليه يوم واحد، يوم واحد يوم واحد بيعمل عمليه، مثلا جه الصبح عمل عمليه باخر النهار بيروح، او بعد العمليه بساعتين ثلاثه بيبقى تمام بيروح. فعلا اه فعلا بيروح في نفس اليوم تمام. واغلب الناس كمان ما بيجيبش حد معاه، يا دكتور جاي مع نفسه كده لوحده او جاي مثلا يعني العمليه من درجه بساطتها بعد شرح حضرتك طبعا انه مش مضطر يجيب حد عشان لو مش عايز حد يعرف. بس هي عمليه بسيطه وسهله بس دقيقه جدا، يعني مش اي حد يعني بالظبط، على قد ما هي عمليه بسيطه وسهله وما فيهاش مشكله، بس برضو عمليه معقده جدا. معقده ازاي؟ ان مش اي حد يعمل طبعاً. عمليه لان ناس كتير جدا بتلجا لغير المتخصصين، وبالتالي بتفرق بقى طبعا، يعني ليها يعني ليها تاكس. يعني اللي هيروح لموضوع زي اكيد هيجي المتخصص زي حضرتك، مش هيروح لاي مثلا جراح وخلاص يعني. وكمان العمليه يعني بتفرق في التعقيم، يعني العمليه على جوده عاليه من التعقيم، عمليه على يعني لازم انا ليها مقاسات معينه، ليها نظام معين، ليها بريكوشنز او ليها احتياطات معينه، فده طبعا بيفرق. لكن هي كعمليه بالنسبه للمريض لا، هي عمليه بسيطه زي مثلا عمليه الدوالي، زي عمليه بسيطه جدا، بيعمل عمليه النهارده بيروح في نفس اليوم تمام، وبعد كده بشوف انا مثلا بعدها باسبوع تمام، بياخد مثلا مضادات حيويه، حاجات مثلا برضه عشان بيكتبها له برضه كل الامور، وبعد فتره بيبدا يمارس علاقته بعد 6 أسابيع تقريبا، يعني بشهر لشهر ونص بيبدا يمارس علاقته، مش سنه ولا حاجه يعني، لا بعد شهر او شهر ونص بالكتير قوي بنبدا تمام. يمارس علاقته كويس جدا طبعا، اللي بيتغلب بقى على ميكانيكيه الانتصاب. العمليه طبعا ما بتاثرش على حاجه، يعني ناس كتير بتخاف وبيبقى قلقان، طب يا دكتور ده انا البول هيبقى فيه مشكله، طب الخلفه او الانجاب هيبقى فيها مشكله، طب في قدره على الانجاب، كل حاجه بتفضل زي ما هي، يعني الاحساس زي ما هو، القصف زي ما هو، الانجاب زي ما هو، فكرتها كلها هي تدعيم عشان تتم العلاقه الجنسيه بشكل مرضي للطرفين وبشكل يؤدي الى الانجاب، لان طبعا يعني لان هو في ناس كتير جدا، يعني احنا في ناس كتير جدا من ضمن مشاكل الانجاب ان هو ما فيش علاقه فطبعا ده بيقعد سنه سنتين ما فيش علاقه، ما فيش قدره على، وطبعا الزوجه طبعا نفسها بتبقى متضايقه، بتبقى زعلانه، بيبقى في مشكله يعني في النهايه ان احنا لما يبقى عندنا مرض ما نخجلش ابدا ان احنا نعالج المرض، وخاصه لو العلاج العلم يعني بيحققه لنا، وعن طريق يعني دكتور عظيم بيبسط الموضوع وفاهم الموضوع وله اكتر من تجربه يعني. فانا بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتنا وانستنا، ويعني ما تبخلش علينا بوجودك ان شاء الله في حلقتك. ميرسي يا فندم جدا. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت، استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.